ثم جاءت ملكة جديدة، وكانت تعتقد بأنها أجمل امرأة في المملكة، وكانت لديها مرآة عجيبة. يا مرآتي، من هي أجمل امرأة في هذه الدنيا؟ سيدتي، في هذه المملكة لا يوجد أجمل منك، أنت الأجمل. هكذا كانت تردد المرآة دائما. ولكن عندما كبرت الأميرة المدعاة بالثلج الأبيض وأصبحت أجمل وأجمل، قالت لها المرآة: يا مرآتي، من هي أجمل امرأة في هذه الدنيا؟ سيدتي، الفتاة الأجمل في هذه المملكة هي الفتاة التي تدعى بالثلج الأبيض.